So if Biden wins, and I don't believe he's going to win, إذا فاز بايدن ولا أعتقد بأنه سوف يفوز، وإذا استمعت إلى وسائل الإعلام بشكل جيد فإنهم لا يؤمنون بأنه سوف يفوز، لأنهم يعني متمسكون برأيهم ويقولون بأن هنالك ناخبين خفيين أو أغلبية صامتة ستصوت لصالح ترامب. وفي نهاية اليوم فإن الناخب الأمريكي سوف يكره ترامب ولكن يحظى باقتصاد جيد وحي آمن، ويفضل ذلك عوضا عن التصويت لصالح بايدن، والذي برأي الناخبين سوف يسمح للعنف أن يستمر وسوف يدمر الاقتصاد. إن بايدن ليس محبوبا كثيرا في الولايات المتحدة، ودائما المرشحون قليلو الشعبية لا يفوزون في الانتخابات، ربما باستثناء ترامب فقط كحالة شاذة.